فون دقلي هالكبة عاملتها خصوصي كرمالك. كيف؟ تجنن لك مطرح ما يسري يمري ان شاء الله. اعطيني واحدة ثانية. حطيك مشوية هالمرة، شو رأيك؟ لا مشوية الله بحبها. ما بتحبها؟ اي بلاها، وانا كمان ما بحبها. كرمالك ما عاد حبيتها، من هون ورايح ما عاد ساوي لك الا كبة مقلية. لك يسلموا ايديكي. وايدي، تفضل. لك ان شاء الله صحتين وهنا مطرح ما يسري يمري. عصام انت بس قلي شو بتحب وانا كل يوم بعمل لك شغله، لانه بخاف اذا ركزت على الكبه تقوم معدتك ما تتحمل ويصير معك نفخه. ما تخافي ما بصير نفخه، معدتي مثل المطحنه بتتحمل كل شيء، لقي صار عندي مناعه. بس تتجوز لازم تبطل اكل المعلبات عصام، مرتك لازم ما تطبخ لك غير من هالاكلات. خلاص وقت اتجوز بجيب مرتي وبجي لعندك، خليها تسوي دوره عندك. وشو رأيك انه انا اطبخ لك بعد ما تتجوز؟ انا من ناحيتي ما عندي مانع، بس ما بظن مرتي توافق. بتغار؟ ما بتغار، اذا كانت هي نفسها اللي عم تطبخ. ركز معي عصام. اذا نفسها طبعا، بس اذا انت عم قول يعني مفترض انه انا. شبنا عصام شبنا، بعرفك بتنقطع الطاير، ركز شبنا. والله عم ركز. صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغلا، كنت تأخر لك شوي. متأخر نص ساعة أكثر من هيك؟ إيه روح قعد عند خطيبتك، ما بدك تشوفها؟ لسا ما صارت خطيبتي. ليش ما اتفقتوا؟ مو قصة ما اتفقنا، بس يعني لسا ما صار في شيء هيك رسمي. للأسف. شلون بده يصير في شيء رسمي إذا طول النهار قاعد بخلقتنا؟ روح لعندها. يعني أنا شخصياً حابب أقعد هون، بعدين أنا إذا بتريدي إلي مترين مربعين بهذا المكان بقعد فيهم إيمت ما بدي، صح ولا مو صح؟ كمي على بكرة الصباح بصير معك نفخة، اسألني أنا. اسأل الله. قوم عصام قوم قوم، خلينا نروح نشرب لنا شي فنجان قهوة برا. إيه ليش لا؟ يلا سوي أمور معنا. أنا مالي معزوم معكم. إيه فعلا مالك معزوم. شو معزوم ما معزوم، العزيمة الكل. يلا رمشي معنا يلا. لكن بركي عنده شغل، بركي بده يشوف خطيبته. شو الشغل اللي بسمع بقول الشغل مقتل بعضه. يلا سهير يلا. إيه مثل ما بدك. قال إذا جنوا ربعك عقلك ما عاد يهديك. شرف. تفضلوا. تفضل. لك بنتي من وين بتروحي بتستادي على الحواوي؟ بحياته ما طلع بوشك واحد بيفهم. امي طيب بركي العيب مني، يعني انا عم فكر انه يمكن العيب يكون مني لانه بيشوفوا كل البنات ولي ما بيشوفوني، مع اني مثل كل هالبنات. طيب شو رايك روح لعنده واحكي معه مباشره وحل الموضوع؟ لا ما بدي امي، اذا ما حبني هو لحاله انا ما بدي، انا بدي اتجوز عن حب. حبة تطلع بين عيونك، حدا شافك وحبك؟ بدي اعرف ليش ما عم بفهم. شو ما عم تفهمي؟ لك بنتي 100 مرة صرت قايلت لك لا تزتي حالك على العريس، تقلي حالك شوي. 20 مرة صرت قايلت لك ان شاء الله الهي بياكلوا السم العاري، مو ضروري تاخذي لهم اكل من عنا. امي انا قلت لحالي بركي اذا بيدوقوا طبخي بيعجبهم، مو بيقولوا انه اقرب طريق لقلب الرجال بطنه؟ بجوز ما عم تعجبيهم لأنهم عم يدوقوا طبخك. ليش أنا ما بعرف أطبخ أمي؟ مثل العالم والناس ما بتعرفي تطبخي غير البطاطا المسلوقة، حتى البطاطا المسلوقة بتطلع معك يا أما مو مستوية يا أما نايصة نوصة. بس كلهم عم يقولوا إنه طيبين الأكلات اللي عم باخذ لهم ياهن. مالو يا بيكونوا عم ياكلوا من طبخي يا بيكونوا عم يستحوا يحكوا. شو رأيك نعمل تبادل بيننا وبين شؤون الموظفين؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني حضرتك بتروح لهوني وعصام بيجي لهون. ما بحسن خلص صرت هيك بتعود عليكم انت وسعيد. ما بحسن. اي مو مشكلة، خذ الاستاذ سعيد معك وبيجي الاستاذ تيسير لهون، هيك ما بتغير جو. صباح الخير. صباح النور. انا سأفتكر المدير بدي. بأي حق بتنادي لي افتكار وليه؟ أنا اسمي بالهوية وعند الدولة سناء، فهمتي ولا لا؟ لك سناء سناء فهمنا، شو دافع شي من جيبتي؟ أنا المدير بده ياكي. شو بده مني؟ ما بعرف ما كان يقلي، الظاهر شي مهم أول مرة بيخبي عني. ايه سبقيني، تضربي انتي وهالشعرات مثل شبشير الدرس، سبقيني. صباح الخير. صباح النور. والله الله يسامحك بالخير التاني. شبه الشليمونة مقروقة، كأنه فايتة بالحيط. نكدة. شو شبه؟
ما بعرف، منكودة من على بكرة الصبح هيك مزاجها مفقوس بالظاهر. تصور قالت لي شو رأيك إنه يعني شو رأيي إنه أنا يعني انتقل على شؤون الموظفين بدل الأستاذ عصام، قال والأستاذ عصام يجي لمحلي، واقترحت كمان إنه أنت تنتقل بدل الأستاذ تيسير على شؤون الموظفين وأستاذ تيسير ينتقل بدلك. صحيح أنت شو عم تساوي هون؟ وعلى أساس أنت بتحصل البكالوريا؟ منين تنطفي أنت؟ منين تنطفي؟ بتكرم كر كله؟ مو انسحبت من الفحص أنا؟ لا لا تقولها، ليش؟ ما بعرف منين بيجيبوا الأسئلة، بعدين مليت، من هون للسنة الجاية فرج ورحمة. يكون بعلمك ما بيحق لك، أنت ما عم تشتغل بقطاع خاص حتى تغير وتبدل على كيفك. يكون بعلمك، الأمر جاي من فوق، أنا ما دخلني. من فوق؟ ما حدا بتفرق معه مين تعين مدير ذاتية ومين ما تعين مدير ذاتية، هي الشغلة شغلتك لأنك أنت بتكرهني. يشهد الله أنا ما بكره حدا، لا أنت ولا غيري، بس هلأ تلفلوني من الوزارة وحكولي هالحكي. أنا رح أوصلها لابن خالتي فارس ورح خليه هو اللي يتصرف. فارس ابن خالتك ما بتطول إيده كتير لفوق، ما بيقدر على أشخاص من مستواي. بعدين تعيين سعيد اجى على اثر لقائه مع السيد الوزير، فنصيحتي ما تورطي ابن خالتك بالموضوع. ها ومن امتى صار سعيد على مستوى وزراء؟ ما بعرف، انا اصلا ما خبروني انه السيد الوزير طالبه، بس انا عرفت من غير محل. اني على غير قسم، يستر على اختك يا عاصم، مثلا على شؤون الموظفين ما تحطني تحت ايده لسعيد ولي. بعدين بيعتبرها مقصودة. ايه اصلا انا متقصدتها، انا بدي اياه يعتبرها مقصودة. ما دخلني، اتفقي انت وحدا من شؤون الموظفين وانت وسعيد وانا بوقع، ما عندي مانع. سميرة حاجة سويد، لك ما داخلك بالتختيم، ما تعبت طول الليل عم تطح بهالكازينو وفيك حيل تختم كمان. شو بدي ساوي يا سعيد؟ شو بدي؟ وراي شغل كتير، لسه وراي يمكن شتنا 100 بطاقة غير هدول. هلا وقف لي التختيم وخليك معي، قلي لشوف شلون الوضع بالكازينو. زفت زفت الوضع بالكازينو، يمكن لولا هال 200 300 ليرة اللي عم نطالعهم كل يوم بخشيش كانت العيشة ما بتنطاق. ما في حدا بيحترمنا يا رجل، عايشين بلا احترام. انا مشان هيك بطلت، مو لانه ابن حماي هيك بده. بدي اقول لك ماني عارفك شو بدي اقول لك. طب ما في هيك شيء شغله تقدر تدبر لنا اياها، هيك فيها نفع اكثر وزل اقل؟ في حواليه شغله بس بدها نفس طويل شوي. نفس طويل؟ مو غطس اكيد، ما تكون تهريبها. لك لا شو تهريب؟ اصلا ما بقدر اقول لك عليها لحتى شاور الشباب. أنا حتى لو تهريب بشتغل، بس بدي شغلة مثل العالم والناس نتردق بقى منها وما يكون فيها ذل. سعيد عم تعمل مؤامرات بالوزارة ما هيك؟ مؤامرات إيش؟ اشدب أنا شوف، يعني أنا ما بتعرف. طب قولي لي عن شو عم تحكي لقلك إذا كنت بعرف ولا ما بعرف. يعني بالشوم عليك، بدك تطلع على كتاب زملائك بالوظيفة ما هيك؟ لك عيني أنا على الدرج بالزور بطلع لأطلع على كتاب زملائي. اسمعي افتكار خانوم، أنا رحت على الوزارة بطلب شخصي من السيد الوزير، ولو ما طلبوني شخصياً بحياتي ما بخطي لهني. خلصنا بقى سعيد، خلصنا. بدك تقنعني إنه السيد الوزير كتير مهتم مشان يعين رئيس قسم الذاتية هون بالدائرة عنا؟ شلموني خانم، أنا ما عم بفهم عليك يا، وضحي لا أفهم. باختصار، روح قعد على طاولتك وخليني أنا أقعد على طاولتي وخلصنا حنا من هالقصة بقى. لك عيني هي طاولتي وهديك طاولتك، شبك؟ حاجة، حاج تجدبها سعيد، حاج تجدبها. قال شو؟ عامل لي حاله ما له عرفان انه تم تعيينه رئيس قسم الذاتية عنا بالدائرة هون، عم يشتبه مفكرنا انه نحن اغبياء انا وياك. مين؟ مين؟ سعيد تم تعيينه رئيس قسم بدي اسرق لك ضغوطة، بدي اسرق لك ضغوطة مع اني انا ما بعرف ضغط ابدا. طبيب قلبي يا سعيد، الف مبروك الف مبروك. العين تطرقك ايه؟ من امتى الحكي؟ حاج حاج سعيد، حاج تغش من حالك، لعبتك صارت مكشوفة. الزمي حدودك عسلك، انا ما حدا بلغني شيء، عم تفهمي؟ لسه البريد ما وصل، بس يوصل البريد ببلغوك، بلغوني إلي قبلك مش مشان ما اصدق.
بكافة الأحوال أخت افتكار نحن منضل إخوة، مين ما كان فينا الرئيس ومين ما كان المرؤوس منضل متعاضدين متكاتفين، وأنت بضل إلك احترامك واحترامنا لخبرتك وتجاربك، ونحن العرب مشهورين بالوفاء لبعضنا وبركوب الخيل والسباحة والرماية وما نبوب ببعضنا، نحن بنوب. حاج حاج سعيد حاج، هلا بتقول لك شعر. أصلا أنا اختصرت الطريق عليك وعلي وطلبت إنه ينقلوني على غير قسم، أرجو إنك توافق. معلش يا أنسة افتكار، قد ما تلفظتي بألفاظ سوقية ما راح انزل لمستواك وجاوبك، راح ضل بحبك وما بستغني عن خبرتك، وبحب خبرك انه هاي طاولتي وما بغيرها، بتضل طاولتك هنيك وبتضل هاي الارمة اللي قدامك مثل الكوشان بتضل عندك، فهمتي؟ قتلني الجوع، شو ليه انت بدي استنى انا؟ خلص خلص، هلا 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 بنزل بجيب لك شاورما. ما في غير الشاورما؟ طلعت روحي من الشاورما. خلص مو مشكلة مو مشكلة، هلا بنزل بشوف شو جبلي. طيب اتصل تليفون جبلي وجبة. خلص خلص هلا بنزل بشوف بشوف بركي وجبلك، بس شو شو الوجبة اللي بدك اياها؟ ايه شوف شو في عنده نجيب، ضروري شربت كل شيء بالمعلقة يعني؟ خلص مثل ما بدك على راسك. شو يا شبه هاي، ليش هيك عم تأمر عليك؟ مو خطب بغيبتك؟ على فكرة ما حق تشحيط، أنا محلك بترك هيك إنساني قبل ما توقع الفاس بالرأس. أنت لازمك وحدة مو الطعمية هي الطعميك، مو الدارية هي الداريك، وأنا بصفتي رئيس قسم معين بدون الشكليات بنصحك هالنصيحة، وهيك مخلوقة مو بعيدة عنك أبدا. رغم أني زعلانة منك، بس هذا ما بيمنع أنك تقبرني وتكفني وتشكل قاسي، وما تبلى هالجعصة ولا تخ ولا تنخ، وما تبلى كلمة الحق وقت تطلع من بين شفايفك لك جواهر ودرع لك تقبرني. رجعها رجعها لهديك رجعها.